يا صباح الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من حلقات صباح اون تايم، اكيد هنناقش فيها ونحلل فيها اهم وابرز المواضيع والاخبار الرياضيه. صباح الخير على معانا. صباح الفل على حضراتكم مرة تانية، وهنبتدي النهاردة كلامنا عن كاس الأمم الأفريقية الأفكون أو بطولة الكان 2023 اللي خلاص كلها أيام وهيسدل عليها الستار. البطولة اللي بتستضيفها كوديفوار بكرة إن شاء الله هيكون في مباريات بتخص الدور نص النهائي، واللي كان غير متوقع على الأقل ثلاث منتخبات باستثناء طبعا المنتخب النيجيري زي ما اتكلمنا قبل كده، واللي برضو قبل البطولة دي يعني ما كانش مقنع للبعض برغم تواجد عدد كبير من النجوم المحترفين في أوروبا، يمكن أبرزهم أكيد أسمين مهاجم نابولي وكمان إيديمولا مهاجم أتلانتا. نيجيريا مع جنوب إفريقيا مباراة هتكون أكيد خارج التوقعات، وارد فيها كل حاجة، وكاديفوار في مواجهة الكونغو الديمقراطية، مفاجأة المونديال الأفريقي برضو مباراة خارج التوقعات، وارد جدا جدا أن احنا نشوف نهائي كلاسيكي ما بين نيجيريا والكاديفوار، والاثنين برضو كانوا مع بعض في نفس المجموعة، أو ممكن كمان نشوف نهائي جديد لأول مرة ما بين نيجيريا وبين الكونغو الديمقراطية، أو برضو ممكن نشوف نهائي خارج التوقعات تماما ما بين جنوب إفريقيا مع الكونغو الديمقراطية. أعتقد يعني ما فيش حد توقع قبل كده أو قبل البطولة دي أن ممكن النهاية تكون ما بين جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، حتى أكتر المتفائلين والمحبين للمنتخبين دول يعني كان أقصى أمانيهم أن هم يكونوا موجودين في الدور ربع النهائي، لكن كرة القدم لا تعطي إلا للمجتهد، والأربع منتخبات أكيد كلهم اجتهدوا جدا لحد ما وصلوا للدور نص النهائي. خلينا اكيد نتابع مع بعض بكره نشوف مين هيكونوا هم الطرفين اللي هيكونوا موجودين في نهائي كاس الامم الافريقيه الحاليه. تعالوا بقى نروح لتقرير، نطلع يعني بره الكوره شويه. التقرير اللي معانا ده بيتكلم عن الاكلات الشعبيه، والموضوع يعني واصل لكوديفوار. رحنا مع بعض سوق اسمه كوكودي في العاصمه ابيجان، هنشوف مع بعض كده الاكلات اللي مشهوره هناك زي السمك والموز المقلي مع السمك، وكمان حاجه زي كسكسي كده. ناس كتير جدا بتشوف ان دي حاجات غريبه، لكن اوقات كتير بيكون يعني ليها طبع مميز جدا. فخلينا نشوف التقرير ده مع الزميل خالد رزق، وكمان لقاءات مع بعض الباعه اللي هيشرحوا لينا الاكلات دي بتكون عامله ازاي، هل عليها كمان إقبال من الجماهير اللي كانت بتحضر البطولة دي واللي كانت يعني في زيارة لمدينة أبيجان ولا لا. تعالوا نشوف ونرجع تاني. برحب بكم مشاهدينا في كل مكان. طبعا كوتيفوار بتستضيف بطوله كاس الامم الافريقيه 2023، حبينا نكون متواجدين في احد المناطق الشعبيه عشان نشوف الاجواء والعادات والتقاليد في الماكولات الشعبيه، ونعرف منهم بشكل مفصل ازاي بيتم عمل هذه الاكلات وهي ابرز الاكلات واشهرها. تعالوا نروح مع بعض الاجواءنا، يلا بينا. الكتاب الرئيسي سلا جريادز. فوالا جريادز. هنا توجد الشواية من خلالها نطهو السمك والدجاج على نار هادئة، وكذلك الخضار السوتي، ونستخدمها في طهي المقلية أيضا، حيث وكذلك الكاجانو وحساء المعز، كل هذا من خلال هذه الشواية التي تعمل بالفحمة. كما نقدم مع تلك الوجبات صوص الطماطم هو ذا، وكذلك الفلفل الحار، وكذلك نقدم هذا الخليط من البصل وبعض الخضروات الأخرى. كما نقدم مع الوجبة البطاطس المقلية، فهي من الأطباق الرئيسية هنا في الكوتيفوار. هنا ثلاث أنواع: المشوي والدجاج مع السوتي والدجاج المطهو على نار هادئة، ومعها يقدم الكاجانو بشكل أساسي. أما الطعام الذي يقدم بهذا الشكل فهو البريكو، وهذا يعني أن العميل يطلبه بنصف تسوية على النار. هنا ما عليك إلا أن تطلب ونحن نلبي طلبك.
Moi c'est Noël Louis ici en Côte d'Ivoire, l'igname c'est moi aussi avec حسنا مرحبا انا نويل لوي نحن هنا في الكوتيفوار وهذا هو نوع من انواع السمك سمك البحر ويمكن طهيه مع البصل المقلي او البتادوس واحيانا يقدم مع البطاطس المقليه وهناك من يطلب السمك مع الدجاج نعم هذا امر طبيعي وكل شيء يتوقف عليك اذا كنت تريد السمك نقدم اليك السمك واذا كنت تريد الدجاج نقدم اليك الدجاج هنا يوجد كل الاذواق وعلينا ارضائها جميعا لان هناك من لا يحبون السمك وهناك من لا يحبون الدجاج مع الخبز الوجبه تكون افضل وهناك من يفضلها مع الارز ولكنني اراها افضل مع الخبز ومع التيكي هل تعلم ما هو التيكي هنا في الكوتيفوار التيكي هو ما تطلقون عليه الكسكس نعم هذا هو الكسكس وهو مصابيه في جميع الوجبات يمكن أكله مع السمك المقلي ومع الدجاج المطهو على نار هادئة وكذلك مع حساء الدجاج ومع السمك عموما إنه سمك بحر لأنه إن لم يتم تنظيفه جيدا فإنه يترك مرارة في الحلق إذا ما تم تناوله وهو لم ينظف جيدا وهو معروف طريقة عمله معروفة جيدا للإيفواريين لا مشكلة في أكله مع الأرز ومع التيكي ومع اللوكو اللوكو هو الموز الذي يتم طهيه على الطريقة الإيفوارية أنا قد قطعت اللوكو أو الموز الإيفواري قبل أن يتم شويه يتم تقطيعه إلى عدة قطع صغيرة هكذا هو البنان الموز الإيفواري يتم أكله مع السمك ومع الدجاج ويتم إضافته إلى السلطة هذه هي طريقة إيفوارية في المقام الأول طبعا زي ما احنا شايفين مشاهدينا اجواء شعبيه بنعيشها من داخل منطقه كوكو دي بابيدجان بالتاكيد والمأكولات الشعبيه الخاصه بدوله كوتيفوار وهو السمك والموز بالتاكيد وزي ما احنا شايفين الموز بيتعمل بطريقه مختلفه جدا بيتقطع وبيتقلي وبيتحط عليه ملح وبعض البهارات ويعني اخر حاجه هنعملها ان احنا ندوق الموز اللي متحمر اكيد ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا وانا مستمتع جدا باي شكرا للزميل خالد رزق على التقرير المختلف ده على هامش بطولة الكان 2023 اكيد يعني الهدف دايما من البطولات دي ان احنا بنتعرف على شعوب بنتعرف على يعني عادات مختلفة على تقاليد مختلفة على اكلات مختلفة على طريقة حياة مختلفة هو ده اللي شفناه اكيد في التقرير اللي فات ده يمكن الفراخ والسمك كمان الفراخ زي ما انتم شايفين كده يعني متربية على الغالي واكلة كويس او متغذية كويس كمان السمك حجمه كبير جدا بس طبيعي يمكن عشان هما على المحيط لكن يمكن الغريب بالنسبة لنا الموز المقلي او الموز المطبوخ وهو برضو بيكون متواجد دايما في كل الدول الافريقية يمكن مش موجود عندنا او مش متعارف عليه عندنا ولكن يعني اغلب الدول الافريقية بيكونوا بيستخدموه في الأكل. تعالوا بقى نروح لموضوع تاني وهو أكيد يعني ده موضوع الساعة وحديث الساعة بما أننا خلاص يعني بقالنا 48 ساعة في أخبار الإقالة بتاعت روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر وكمان الكلام مين هو البديل هل هيكون مدير فني مصري هل هيكون مدير فني أجنبي وهل زي طبعا ما احنا كمان بنسمع هيكون مثلا يعني أرفي رينار ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ولا ممكن يكون كمان يعني زي ما بتقول الترشيحات ممكن يكون واحد من المدربين اللي كانوا سابقين للمنتخب الوطني الأول زي مثلا كارلوس كيروش أو ممكن يكون دي صبر أو رينار أو بيسيرو أو كمان كابتن حسام حسن أو حتى كابتن علي ماهر كلها أسامي مطروحة وكلها أسامي برضو مميزة جدا بالنسبة لروي فيتوريا برضو هو كان اسمه مميز لكن هل الحل بقى دلوقتي ان احنا نكون عندنا بندور دلوقتي على مدرب جديد هل الحل ان احنا نحسم المفاوضات دلوقتي خصوصا طبعا واحنا عندنا برضو يعني دورة ودية هتكون في شهر مارس اللي جاي اول مباريات بعد كده هتكون ان شاء الله في يونيو هي طبعا المباريات الرسميه الخاصه بتصفيات كاس العالم قصاد بوركينا فاسو في القاهره وبعد كده هتكون غينيا بيساو بره مصر كلها اسئله وكلها توقعات وكلها استنتاجات ومفيش حاجه واضحه لحد دلوقتي من جانب اتحاد الكره المصري واللي اخذ قرار اول امبارح ان هو يوجه خلاص الشكر للجهاز الفني ويعين كمان كابتن محمد يوسف في الاداره الفنيه طبعا بشكل مؤقت لحد ما يكون في تعيين لمدير فني قادم بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاول طيب خلينا كده سريعا وبنظره سريعه كده نعمل فلاش باك من 2010 لحد 2024
تعالوا نشوف مع بعض تعاقدنا مع كام مدير فني أجنبي أو مصري، وهل كان المفروض أن بعض المدربين أن هم يستمروا أكتر من كده؟ يعني برضو عايزين نقول أن مفيش مدرب استمر معنا أكتر من 3 سنين. تعالوا نعرف مع بعض الغلط فين. هل الغلط موجود في تخبط إداري ولا تخبط فني ولا إيه المشكلة بالضبط؟ أول حاجة، بعد رحيل كابتن حسن شحاتة في 2011، بعد ما كان حقق طبعا ثلاثية مدوية في 2006 و8 و10، خرج من تدريب المنتخب بقرار إقالة بعد ما أخفق أنه يتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2012 في قرار كان غريب جدا وقتها، كمان كان في ظروف يعني صعبة واستثنائية بتمر بيها الكرة المصرية كلها، مش لازم نتكلم عنها دلوقتي. اللي حصل بقى بعد كده أن اتحاد الكرة المعين تعاقد مع المدرب الأمريكي باب برادلي، واللي أخفق هو كمان أنه يتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2013 بعد ما خسر من أفريقيا الوسطى في القاهرة بنتيجة 3-2، وأخفق كمان في التأهل لنهائيات كأس العالم بعد ما خسر من غيره في المباراة الشهيرة، وكانت طبعا النتيجة كارثية 6-1، برغم أنه هو تصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم، وبرغم كمان أن الدوري المصري كان بيشهد وقتها يعني مرحلة من مرحلة التوقف الكامل للنشاط، لكن في النهاية تم التوجيه للشكر لبوب برادلي. اتحاد الكورة أقل برادلي طبعا مع أنه يعني كان مفروض أنه هو يكمل، وكمان تعاقد مع المدرب الوطني كابتن شوقي غريب، واللي أخفق هو كمان بشكل غير مسبوق مع المنتخب في تصفيات الكان في نسخة 2015، خرج بالخسارة قصاد السنغال وتونس ذهابا وإيابا في سابقة يعني حصلت لأول مرة في تاريخ منتخب مصر، وتم توجيه الشكر ليه برضو. بعدها اتحاد الكورة اتجه بقى للمدرب الأجنبي مرة تانية، وتعاقد مع المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر، واللي سجل حضور يعني ممكن نقول عليه عظيم مع منتخب مصر، قادوا للتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2017 في الجابون، بعد طبعا ما فاز على نيجيريا في برج العرب بجول رمضان صبحي، والتعادل كمان في كادونا بجول محمد صلاح. مش كده بس، كمان حقق حلم يعني هو حلم الملايين أكيد، وقاد المنتخب للتأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا في 2018 بعد ما تخطى منتخب غانا وأوغندا والكونغو برازيل، يعني منافسين مصر في المجموعة، وسجل كمان حضور مميز جدا جدا أكيد في أمم أفريقيا، ووصل للنهائي في كأس الأمم الأفريقية في الجابون 2017 بعد ما أقصى منتخب المغرب لأول مرة من سنة 1986، لكن خسر النهائي قصاد الكاميرون، وأخفق في كأس العالم قصاد أوروغواي وروسيا والسعودية، وكانت النتيجة ان هو تم توجيه الشكر برضه ليه بدل ما يتم تجديد التعاقد معاه. بعديها تم اسناد المهمة للمدرب المكسيكي خافيار أجاري عشان يكون هو بيقود المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية اللي استضافتها مصر في 2019، لكن طبعا أخفق بشكل يعني مؤسف جدا في البطولة، وخرج قصاد جنوب أفريقيا من الدور ال 16 بعد الخسارة في القاهرة بهدف دون رد، وسط حالة كبيرة جدا من الحزن كانت موجودة ما بين الجماهير المصرية على المنتخب، يعني نفس الحالة اللي عشناها من أيام. بعديها رجع اتحاد الكورة تاني للمدرب الوطني، وبعد مفاضلة كبيرة بقى ما بين الثنائي كابتن إيهاب جلال وكابتن حسام حسن، تم الاستقرار من جانب عمرو الجنايني رئيس اللجنة المعينة وقتها بالتعاقد مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، لكن صادفوا برضو ظروف صعبة جدا جدا من توقف للنشاط، وده بسبب جائحة الكوفيد 2019، وكمان بدأت بقى تصفيات أفريقيا وتأهل لكأس الأمم الأفريقية، وده طبعا أمر طبيعي جدا، لكن تمت برضو إقالته بعد التعادل مع الجابون في تصفيات المونديال في سنة 2021. بعد كده رجعنا مرة تانية للمدرب الأجنبي، كان في تواجد للجنة كانت يعني بيرأسها وقتها كابتن أحمد مجاهد أو أستاذ أحمد مجاهد، تم التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش وقتها، واللي قاد منتخب مصر أنه هو يعني يكون موجود ويحضر حضور مميز جدا جدا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وكان قريب جدا أنه هو يفوز باللقب ده بعد ما أطاح بالكبار كلهم، بعيدا بقى من الكاديفار وبعد كده المغرب وبعد كده كاميرون على أرضها كمان، وخسر قصاد السنغال بضربات الجزاء أو ضربات الحظ زي ما كنا بنقول، ووصل مع مصر كمان للمرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم، وخسر برضو قصاد السنغال بركلات الترجيح بعد يعني تبادل الفوز بنتيجة 1-0 في القاهرة ودكار، وتم توجيه الشكر لكارلوس كيروش بسبب عدم الوصول لاتفاق مع اتحاد الكورة الحالي بقيادة جمال علام. بعدها رجعنا مرة تانية كلاكات تالت مرة بقى للمدرب الوطني، وتم التعاقد مع كابتن إيهاب جلال، واللي يعني قعد حوالي شهرين كده لعب قصاد غينيا كسب بنتيجة 1-0، وبعدها لعب قصاد إثيوبيا خسر 2-0،
في أديس أبيبا، وبعد كده تمت إقالته في ظروف غامضة وغريبة جدا، وكانت بالنسبة لنا كلنا حاجة عجيبة. بعدها رجعنا تاني للمدرب الأجنبي وتم التعاقد مع روي فيتوريا، واللي لعب طول يعني السنة الكاملة دي مع منتخبنا في تصفيات تالت ورابع، زي طبعا يعني لعب مباريات ودية كمان مع تصنيف تالت ورابع زي ما بنقول، النيجر، ليبيريا، جنوب السودان، إثيوبيا، لعب كمان قصاد الجزائر في الإمارات، اتعادل بنتيجة 1-1، ولما لعب بقى قصاد منتخب المفترض ان هو يعني منتخب قوي اللي هو منتخب تونس خسرنا بنتيجة 3-1 في القاهرة. كلنا اكيد تابعنا اللي حصل في نهائيات الكان، لعب 4 ماتشات ما حققش اي فوز في اي مباراة، خرج قصاد منتخب من التصنيف الثاني في افريقيا. حسن شحاتة بقى وبرادلي وشوقي غريب وكوبر واجيري وحسام البدري وكارلوس كيروش وإيهاب جلال وروي فيتوريا، 9 مدربين في 14 سنة. يعني متخيلين العدد عامل ازاي؟ متخيلين الرقم ده في المقابل منتخب زي مثلا منتخب السنغال قعد معاه مدرب 9 سنين كاملة. فالواحد بيتمنى بصراحة ان يكون يعني العلاج بشكل منطقي بشكل مدروس، ما يبقاش مدرب مشي ومدرب جه وخلاص على كده، ومدرب جه اخفق فهو اللي شال الليله، هو مشي اقلناه، ونقعد بقى نعيد ونزيد في نفس الموضوع. الساعات الاخيره كمان شهدت مشاورات وتفكير كبير جدا جوه اتحاد الكوره، مين اللي هيتم اسناد مهم تدريب منتخب مصر ليه؟ هل هيكون مدرب وطني وهيصرف النظر بقى عن المدير الفني الاجنبي بسبب طبعا وجود ازمه دولاريه ماليه في اتحاد الكوره، خاصه طبعا وان المدرب السابق فيتوريا اتمسك ان هو يحصل على الشرط الجزائي كامل ودفعه واحده، ورفض كمان محاولات التقسيط 600,000 دولار يا بلاش. تم طرح بقى يعني اسم كابتن حسام حسن عشان يكون بيتولى تدريب منتخب مصر، وكل الامور لسه برضو مطروحه، لسه على طاوله اتحاد الكوره، وفي اتصالات برضو ما بين اتحاد الكوره وبين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، لكن المؤكد ان هو مش هيكون في استعجال في الاتفاق مع مدرب اجنبي، وهيكون في دراسه ودراسه كبيره جدا للخطوه اللي جايه دي بشكل كبير، منعا لتكرار خطا اختيار مدرب زي روي فيتوريا. الأيام اللي جاية دي أكيد هنتابع بشكل كبير جدا التشكيل الخاص بالجهاز الفني لمنتخب مصر، وهل هيتولى كابتن حسام وإبراهيم حسن المهمة، ولا ممكن يكون برضو في تفكير في كابتن علي ماهر، ولا هيتم التعاقد مع مدرب أجنبي. أكيد ده اللي هنشوفه وهنعرفه خلال الأيام اللي جاية، لأن زي ما احنا بنتكلم خلاص احنا عندنا دورة ودية في مارس، وبعديها إن شاء الله على شهر 6 هيكون عندنا يعني مواجهات رسمية في طريقنا لمونديال 2026 اللي أكيد حلم مش هنفرط فيه بأي شكل من الأشكال. الطريق قدامنا المفروض إن هو متسهل متبسط، منتخبات أنا مش عايز أقول ضعيفة المستوى، لأن إحنا برضو لعبنا منتخبات ضعيفة المستوى في الكان 2023 وكان شكلنا يعني حاجة تحزن، ولكن الطريق أسهل على الأقل بسبب تواجد عدد أكبر من المنتخبات الأفريقية هيكونوا بيشاركوا في بطولة كاس العالم 2026. وكل التوفيق بنتمناه أكيد لمنتخبنا الوطني الأول، كل المساندة كل الدعم أكيد هيكونوا بيتقدموا للمنتخب الوطني الأول عشان يقدر أنه يحقق حلم الملايين، ونكون موجودين إن شاء الله في بطولة كاس العالم 2026. تعالوا كمان نشوف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتكلم امبارح وقال إيه عن مستقبل منتخب مصر. زي ما بنقول دايما توفير الظروف الملائمة للمؤسسات ان هي تعمل، لكن ما عندناش وقت الا التطوير والتعديل، وما بنكبرش في غلط، ما حدش في المؤسسة يكابر ان في خطأ في حاجة، ما نعدل نفسنا وخلاص، وما بنهملش او نهدر يعني لا بمنتهى التحضر ان احنا نقول متشكرين للناس اللي ما قدتش، لكن احنا طالما في مستهدف والمستهدف في توقيت معين ما تحققش او في ظروف لازم على طول يبقى في اكشن سريع وما نقعدش نجادل. وطبعا كل بنحترم الراي والراي الاخر وبنحترم الراي اللي موجود لان ده حوار مجتمعي، لكن في الاخر في وقت وزمن لازم ينجز فيه العمل. لما بنتكلم على الرياضه المصريه احنا في تطوير سريع وسرعتنا دلوقتي بسرعه الرياضه، ما بناخدش وقت. يعني الكوره مزاج عام، لازم يحترم هذا المزاج العام واحترم اراء الناس، واتحاد الكره الحقيقه ليه قراراته وليه وقته، هو قرار يعني التقييم، لان احنا في مشروع الاعاقات 2026، المشروع ده كان فيه 24، في التاهيل 2026 المنتخب الكبير، المنتخب الاولمبي تاهل للاولمبيات لازم ياخدوا بالهم ويركزوا فيه. الحقيقه الجهاز احنا ما بنقولش خطا من حد، احنا بنقول
تقويم وتقييم عشان نوصل للهدف. 2025 في يعني بطولة أفريقيا وفي المغرب، فلازم يكون في استعداد. أكيد اتحاد الكرة يعني مع التعديل هياخد القرار المناسب للفترة القادمة. الفترة القادمة صغيرة جدا على الإنجاز، محتاج من ذو الخبرة يكون موجود. الجانب الاقتصادي، احنا ما بندفعش حاجة لمدربين، في عوائد من الرعاية، عوائد من الأنشطة اللي موجودة، لكن أيضا نراقب أن يكون الأفضل دايما موجود. وإحنا بنسمع مستمعين جدا لأراء يعني الناس اللي اشتركت في المنظومة أو في العمل الرياضي السابق في الاتحادات أو في الكورة، رأيهم مهم. لكن في نفس الوقت إحنا يعني مفيش عندنا حاجة من خلال الاتحاد غير أنه هو ينجز. رسالتنا كانت واضحة، الاتحاد هيكمل لغاية فترته، انتخابات بعد الدورة الأولمبية، الدورة الأولمبية في شهر 7 القادم يعني. وفي نفس الوقت لازم يكون في تفكير لسيستم عمل. اتحاد الكرة اللي عايز يبقى موجود يحضر نفسه في انتخابات ديمقراطية، ويحضر نفسه الجمعية العمومية. يمكن احنا لما عملنا الهيئات الشبابية خرجنا مراكز الشباب، لأن مراكز الشباب كانت بتدي أصوات، وإحنا قلنا يعني يمكن مراكز الشباب في أصواتها بتغير الاتجاه لبعض الناس، إحنا شلنا الحتة دي عشان يكون في عدالة. عدد الجمعية العمومية أصبح مركز لمن يمارس وفقا للائحة اتحاد الكرة. كمان رابطة المحترفين بتدير الدوري، فأصبح التطوير وتطوير الفرق هو المتاح. المفروض يكون في لجنة فنية مش فرد. يعني كويس اختيار الكابتن علاء نبيل، وإن بخبرته يعني بنهنيه، أصبح واقع واختيار. لازم كمان يبقى في لجنة فنية من الخبراء اللي موجودين يؤخذ رأيهم، لكن التنفيذ في الآخر قرار مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة عنده جمعية عمومية ومجتمع بيحاسب القرارات. إحنا كمان ما نخسرش أولادنا، المنتخب القومي الأفريقي الأول. تابعنا مع حضراتكم التصريحات الخاصة بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والكلام كمان والحديث عن منتخبنا الوطني الأول وعن مستقبل المنتخب الوطني الأول في الفترة القادمة والخطط اللي موجودة يعني عشان نرتقي بمنتخبنا الوطني الأول ويكون عندنا أكيد نتائج أفضل من كده بكتير. امبارح كمان بقى من الكلام عن المنتخب ومن الكلام عن الأفكون وبطولة الكان 2023، تعالوا نرجع محليا ونروح لنادي من أهم الأندية المصرية، القطب الثاني للأندية المصرية وللكرة المصرية، نادي الزمالك. نادي الزمالك امبارح قدم صفقاته الجديده في مؤتمر كبير جدا شهد وجود كل اعضاء مجلس الاداره والاجهزه الفنيه كمان لكل الرياضات في النادي، وكمان الصفقات الجديده واللي وصل عددها ل 70 لاعب في كل الالعاب بمختلف المراحل العمريه. احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك افتتح المؤتمر باستعراض اللي قدمه مجلس الاداره في 100 يوم تقريبا منذ تولي المهمة، وزي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم برضو عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أستاذ هاني اتكلم هو كمان وقال كنا عارفين كويس جدا حجم التحديات اللي بيواجهها مجلس الإدارة من ساعة بداية تسلم المجلس لإدارة النادي، وتابع كمان يعني وقال إن كان يهمنا في المقام الأول إن احنا نحل المشكلة المادية ونحط نادي الزمالك يعني حاليا بعد واحد أو بعد 100 يوم بشكل أفضل وفي وضع أفضل من الفترات السابقة، ولم نحقق كل شيء، طموحاتنا كبيره جدا، وكمان نادي الزمالك بيستحق مكانه افضل، واكيد هنكون بنبذل اقصى جهد عشان نحقق طموحات الجماهير واعضاء الجمعيه العموميه. اما بالنسبه بقى لكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، فوجه شكر هو كمان لكل الاجهزه الفنيه السابقه وللاعيبه السابقين في كل الالعاب على اللي قدموه الفتره اللي فاتت دي عشان ينهضوا بنادي الزمالك. وقال كابتن حسين لبيب تم الانتهاء من العديد من الازمات واللي واجهت النادي، بدايه من رفع القيد او رفع الحجز الاول عن ارصده نادي الزمالك في كافه البنوك، ورفع القيد كمان عن فريق كره القدم في النادي والتجديد لاحمد فتوح. قال كمان ان
كل قطاعات النادي بقت خلاص بتشتغل تحت قطاع العمل المؤسسي، وكل هدف مجلس الإدارة دلوقتي ان هي تسعد جماهير نادي الزمالك، والمجلس نجح كمان ان هو يحل جزء من الأزمات اللي كان بيمر بيها النادي. قال كمان ان هو حاسس بسعادة كبيرة جدا بسبب انضمامه للمجموعة الكبيرة دي من النجوم وتكوين قاعدة رياضية في كل الألعاب للمنافسة على كافة البطولات، وقال ان هو بيتعهد وتعهد منذ ترشحه للانتخابات ان هو يغير الصورة الذهنية لنادي الزمالك، ان هو أرقى نادي في مصر ويسترد كمان حقوق كل من تعرض للظلم في النادي. تم تقديم كمان صفقات نادي الزمالك الجديدة، الأوغندي فرانسيس موتيابا، محمد عاطف، مهاب ياسر، ياسر حمد، زياد كمال، ومحمد شحاتة، وسيف فاروق جعفر، وأحمد حمدي، وناصر ماهر، وعبد الله السعيد. دي كانت أهم صفقات نادي الزمالك بالنسبة لفريق كرة القدم. لسه بنتكلم معاكم محليا عن الكرة المحلية، وأكيد يعني عن بطولة كاس الرابطة المصرية. فالنهاردة عندنا مواجهتين في الدور نص النهائي، الأولى هتكون بتجمع ما بين طلائع الجيش ومعاه المصري بورسعيدي، التانية هتجمع ما بين الاتحاد السكندري قصاد سيراميكا كليوباترا. الحقيقة إن بطولة كاس الرابطة دي بطولة يعني منظمة جدا، بتقام في توقيت مثالي، ليها مكاسب كبيرة جدا لكل الأندية اللي بتشارك فيها، خصوصا طبعا ان هي يعني افضل اعداد قبل انطلاق او استئناف او استكمال منافسات بطولة الدوري او دوري النايل. ده غير كمان ان هو البطل بيشارك في كاس السوبر للأبطال، وطبعا اول نسخة فاز بيها فيوتشر، تاني نسخة فاز بيها فريق السيراميكا كليوباترا. النهاردة كمان المواجهة الاولى اللي هتجمع ما بين طلائع الجيش مع المصري بورسعيدي، مباراة قوية بدون شك، اتنين مدربين كبار جدا، كابتن عبد الحميد بسيوني مع الجيش كمان عامل شغل كبير جدا، عامل شغل ممتاز وتأهل كأول مجموعته بسبع نقط، كسب زد وفاركو واتعادل مع بيراميدز، وفي الدور ربع النهائي كسب كمان الجونة بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق. في المقابل النادي المصري بورسعيدي مع طبعا مدرب واحد من أفضل المدربين في الدوري كابتن علي ماهر، اتأهل كأول مجموعته كمان ومعاه سبع نقط، كسب المقاولين والجونة وتعادل مع البنك الأهلي، وفي الدور ربع النهائي كسب بيراميدز بنتيجة 3-1 في مباراة تألق فيها مهاجم المصري بورسعيدي صلاح محسن. طبعا يعني هي مباراة قوية خارج التوقعات ما بين المصري وما بين طلائع الجيش وبين طبعا أكيد كابتن علي ماهر وكابتن عبد الحميد بسيوني. المباراة بقى التانية اللي هتجمع ما بين الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، وبرضو يعني أكيد مواجهة صعبة جدا بالنسبة للفرقتين اللي معاهم جهاز فني مستقر. نادي الاتحاد معاه المدرب الكبير أكيد كابتن طارق العشري، اتأهل كأول مجموعته بست نقاط، فاز على بلدية المحلة وعلى فريق فيوتشر وخسر من سموحة، وفي الدور ربع النهائي كسب ام بي بنتيجه 2-0، وعنده اكيد فرصه كبيره جدا قصاد جماهيره في اسكندريه ان هو يحقق مكسب يأهله للمباراه النهائيه للمره الاولى. وفي المقابل نادي سيراميكا كليوباترا عامل موسم مميز مع مدربه كابتن ايمن الرمادي، تأهل كأول مجموعته معاه سبع نقط، فاز على الاسماعيلي وعلى ام بي وتعادل مع الداخليه، في الدور ربع النهائي فاز على سموحه بنتيجه 2-0، ومعاه سكواد اكيد قوي جدا ومميز جدا، عنده اكيد كمان طموح ان هو يتأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي بصفته حامل للقب. هل هنشوف نهائي كلاسيكي جماهيري جدا ما بين المصري بورسعيدي والاتحاد السكندري، ولا ممكن نشوف نهائي مكرر من السنة اللي فاتت ما بين المصري بورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، ولا ممكن نشوف نهائي جديد ما بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والاتحاد؟ كلها اكيد مباريات هتكون قوية، والاربع اندية اتأهلوا عن صدارة مجموعتهم وهم اكيد الاحق لعبا ونتيجة بالتواجد في المربع الذهبي لكاس الرابطة المصرية. تعالوا نرجع مرة تانية للمباريات أو المنافسات الدولية، وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن جدول مباريات بطولة كاس العالم 2026، ومن المقرر أن هيكون النهائي يوم الحد 19 يوليو 2026 في نيو جيرسي، أما المباراة الافتتاحية فهتقام يوم الخميس يوم 11 يونيو 2026 على ملعب أستيكا في
في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وهيكون كمان المنتخب المكسيكي واحد من طرفين اللقاء. طبعا النسخة دي هتكون يعني مختلفة، لأن لأول مرة بتكون بتشارك 48 منتخب يعني في البطولة دي. كمان انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اتكلم برضو عن جدول المباريات، فتعالوا نشوف كده أبرز التصريحات الخاصة بانفانتينو ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم في قراتنا هنا في صباح اون تايم. وبعيدا بقى عن الكوره، وقبل ما نرجع ونكمل كلامنا اكيد في الكوره، تعالوا نروح لموضوع مختلف، وهو معرض القاهره الدولي للكتاب في نسخته ال 55 واللي في 11 يوم تجاوز 4 مليون زائر لحد دلوقتي. عملنا تقرير من معرض الكتاب، فتعالوا نشوفه ونرجع نكمل معاكم مره تانيه. Right. So today I'm at the Cairo International Book Fair. سعيد بوجوده النهارده في معرض الكتاب ال 55، ودي المره الرابعه على التوالي اللي بيحضر فيها المعرض الكتاب. النهارده كانت الجلسه بتتناول مجموعه من الموضوعات اللي بتلقي الضوء على الشراكه ما بين اليونيسيف ووزاره الشباب والرياضه، ومجموعه من البرامج اللي بتعمل على تنميه النشء والشباب، من ضمنها برنامج مشواري وايضا برامج الرياضه والمشاركه. كتير من الشباب القوا الضوء على البرامج اللي شاركوا فيها مستفيدين أساسيين من البرامج، وشاركوا بأفكارهم وبآرائهم والتحديات والفرص اللي ممكن يواجهوها، وايضا اتكلموا، كان فرصه ليهم ان هم يتكلموا مباشره مع معالي الوزير. معرض الكتاب يعتبر احد المعارض الكبيره جدا على مستوى العالم والشرق الاوسط، وبيجمع عدد كبير من الشباب. مهمه اليونيسيف الاساسيه مشاركه الشباب، ودي مهمه بنشارك فيها بالمعرض السنه دي، وايضا بنشارك فيها وزاره الشباب والرياضه في مجموعه من البرامج. بنتمنى ان احنا نستكمل المسار لمشاركه الشباب، وخاصه فيما يخص قضيه التطوع وتطوع الشباب، لان ليهم دور كبير جدا في التطوع بشكل عام، وخاصه في التبادل الثقافي واللي بيتواجد فيه معرض الكتاب بشكل كبير جدا. شاركت في تحدي الشباب، ودي كانت مسابقه بتعملها اليونيسيف مع وزاره الشباب والرياضه. كان عندنا مشروع فكرته ان احنا ننتج صبغه صديقه للبيئه من المخلفات الزراعيه زي قشر الرز، ودوت كنا واحد من افضل 30 فكره مشروع على مستوى العالم، وكان اول فريق مصري حقق ده. فاحنا موجودين النهارده في معرض الكتاب بنشارك التجربه دي للشباب والاطفال، ان هو يبقى عنده دافع يفتح مشروع، او ان هو يبقى عنده طموح ياسس حاجه كبيره ان شاء الله. بالنسبه لمشاركتنا في المسابقه، احنا خدنا تدريبات كتيره جدا ساعدتنا ان احنا نعمل بيزنس موديل، ساعدتنا نعمل برزنتيشن، ندرس السوق، عملنا علاقات كويسه مع حضانات اعمال تقدر تدينا تمويل، ومع وزاره الشباب والرياضه ومع اليونيسيف. فده ساعدنا اكتر ان احنا نقدر نطور المرحله من مجرد فكره لحد ما تكون شركه كبيره تقدر انت بقى تكسب منها يعني. حابه اقول ان انا مشاركتي النهارده مبسوطه جدا جدا بيها، وحابه اوجه كلمه شكر للوزير سياده الوزير اشرف صبحي، الدكتور اشرف صبحي. وحابه اقول ان النهارده كان يوم جميل جدا، وان عايزه اقول حاجه عن مشواري، ان مشواري اثر فيا كتير وخلاني شخص ايجابي، وبعرف افكر ازاي بطريقه ايجابيه، ازاي اعرف اطلع الافكار السلبيه، ازاي يكون عندي ثقه في نفسي اكتر، واتعامل مع الناس اللي حواليا واتقبل نفسي، لان انا زمان ما كنتش بتقبل نفسي، بس دلوقتي بقيت اتقبل نفسي وبتقبل الناس اللي حواليا. طبعا انا حابه اشكر الوزاره ان هي اتاحت لي الفرصه النهارده ان انا احضر معرض الكتاب معاهم، واكون في ضمن المناقشه اللي كانت جوه دي. بجد انا كنت مبسوطه جدا بالمشاركه النهارده، وعرفت كائنات جديده من الشباب وحاجات ما كنتش اعرفها، وانا حابه الايام الجايه ان شاء الله هشارك فيها. وطبعا حابه اشكر برنامج مشواري ان هو اتاح لي الفرصه لحاجات كتيره جدا، هو كان البوابه بتاعتي او المنصه اللي هي فتحت لي الباب ان انا ادخل حاجات كتيره جدا. وانا حابه اشكره جدا، برنامج مشواري هو برنامج غير من شخصيتي وغير من حياتي، خليني شخص ايجابي اكتر. انا كنت في الاول بخاف جدا ان انا اتكلم وسط الناس، دلوقتي انا ممكن اطلع اقف وسط 1000 بني ادم و5000 ومليون بني ادم من غير ما اتوتر ولا خايف، واقدر اقول لهم انا مين، واقدر اعبر بصوتي وبرايي وبشخصيتي. أكيد كان حدث في غاية الأهمية، هو طبعا لسه مازال حدث في غاية الأهمية، تنظيم على أعلى مستوى، ودايما من نسخة للنسخة اللي بعدها بنشوف تطور كبير جدا، وفكرة أن بيزور معرض الكتاب أكتر من 4 مليون زائر، فيعني ده أكيد شيء يعني بينما قد إحنا شعب مثقف، بيحب القراية، بيحب أن هو يكون بيشوف حاجات مختلفة، بيحب أن هو يكون بيمتلك كتب. ودي بصراحة حاجة يعني أنا بالنسبة لي متفاجأة جدا منها، لأن الناس كلها دلوقتي بقت بتتجه
متجهة أكتر للقراية أونلاين أو أن تتصفح عبر الآيباد والتليفون والحاجات دي، لكن أكيد يعني ده شيء بصراحة إيجابي جدا. تعالوا بقى نروح لفقرتنا الإخبارية وهي فقرة On Fire News. هنبتدي أخبارنا On Fire News النهاردة من عند منتخبنا الوطني الأول وكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لاتحاد الكرة اللي بدأ في متابعة اللعيبة المحترفة في الدوريات المختلفة، وكمان هيتابع مباريات الدوري بعد انتهاء كاس الأمم الأفريقية عشان يجهز القائمة اللي هيعتمد عليها خلال الفترة اللي جاية دي. اتحاد الكرة اتكلم مع كابتن محمد يوسف في ضرورة التركيز الفترة اللي جاية وان هو يوفر كل المعلومات الخاصة باللعيبة المصرية سواء داخل مصر أو في الدوريات المختلفة عشان يعرضها على المدرب الأجنبي اللي هيتولى المهمة الفترة اللي جاية دي. كمان المسؤولين في اتحاد الكرة أكدوا لكابتن محمد يوسف ثقتهم الكبيرة فيه وإن هو يكون جاهز للدورة الودية واللي هيخوضها منتخبنا الشهر اللي جاي في الإمارات مع منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا. المباراة الرسمية اللي جاية لمنتخب مصر هتكون قصاد بوركينا فاسو يوم 5 يونيو اللي جاي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات الأفريقية اللي بتؤهل لكأس العالم 2026. من أخبار منتخبنا الوطني الأول تعالوا نروح للنادي الأهلي، وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي إقامة تكريم وتأبين لراحل العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي واللي طبعا توفى يوم 26 يناير الماضي، واتخذ المجلس القرار ده كتقدير أكيد على جهود العمري فاروق وكل ما قدمه لوطنه ولنادي وللرياضة المصرية بشكل عام، وعرفانا بحجم إخلاصه وعطائه على مدى سنوات طويلة. بقاء لله. لسه مكملين معاكم مع اخبار النادي الاهلي، وقرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ان هو يدي المالي أليو ديونج راحه سلبيه لحد نهايه الاسبوع الحالي، وده بعد وداع منتخب بلاده لبطوله الامم الافريقيه بعد الخساره من كوت ديفوار في دور الثمانيه. فضل كمان كولر ان هو يمنح اللاعب راحه سلبيه اسبوع للحصول على يعني فترة أطول من الراحة زي ما حصل باقي اللاعيبة الدوليين اللي كانوا بيشاركوا في بطولة الأمم الأفريقية. كمان فاز فريق النادي الأهلي على نظيره سموحة وديان بهدف مقابل بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم على استاد السلام في إطار الاستعدادات لخوض لقاء شباب لوزداد بدوري أبطال أفريقيا. أحرز الفرنسي أنتوني مادست مهاجم النادي الأهلي هدفي الفريق في المباراة، وكمان هدف سموحة الوحيد أحرزه حسام حسن. لسه مكملين مع النادي الأهلي، وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ان هو يحفز الجنوب افريقي بيرسيتاو لاعب الفريق عشان يقدر ان هو يواصل مشواره في كأس الأمم الأفريقية ويقود بلاده للتأهل للمباراة النهائية في البطولة. تواصل مارسيل كولر هاتفيا مع بيرسيتاو واشاد بتألقه مع منتخب بلاده وطالب كمان منه ان هو يواصل تحقيق الحلم والتتويج باللقب الأفريقي. منتخب جنوب افريقيا كان خطف بطاقة التأهل لنص نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 23 بعد الفوز على راس الأخضر بركلات الترجيح، وبكده يعني يكون ضرب معاد مع نيجيريا في نص نهائي البطولة. وعبر الهاتف دلوقتي معانا كابتن سمير عثمان الخبير التحكيمي، وأكيد الخبير التحكيمي بالنسبة لقنوات On Time Sports. يا صباح الفل على حضرتك، أكيد منورنا كالعادة هنا في صباح On Time. صباح النور يا سيما، وسعداء جدا اما الواحد كده يتفرج عليك الصبح. وحاجه الله يخليك يا كابتن، اكيد عندنا كذا موضوع عايزين نتكلم فيه واكيد كلها مواضيع ايجابيه، وخلينا نبتدي بالتواجد والظهور بالنسبه للحكام المصريين في بطوله الافكون بطوله كاس الامم الافريقيه 23. شفت الظهور الحكام المصريين ازاي في النسخه الحاليه من بطوله الامم الافريقيه، وكمان الاستعانه بكابتن امين عمر ان هو يحكم في بطوله او في البطوله في نص النهائي من هذه البطوله. التحكيم المصري هو الحاجه المضيئه والمشرقه في بطوله امم افريقيا اللي في كوت ديفوار. ادوا اداء شكل رائع بدايه من مباراه الافتتاح اللي ادارها امين عمر، وكان مع محمود ابو الرجال واحمد حسام طه ومحمد معروف، وكان معاهم برضو محمد عادل والبنا. صحيح. وعملوا مباراه رائعه، وبعد كده استمرارا بقى في لعبه في دور ادوار المجموعات. محمد معروف لعب مباراة، ومحمد عادل لعب مباراة نجحوا، وبعد كده محمد عادل لعب كمان مباراة تانية نجح، وفي نهاية المشوار هو بنلعب للسيما فاينل هيبقى طاقم حكام بالكامل مصري. والمباراة الأخرى اللي هي المباراة السيما فاينل التانية هيبقى برضو محمود عاشور موجود في تقنية الفيديو. في النهاية
التحكيم المصري هو اللي خلى شكل الكرة المصرية بشكل ممتاز في بطولة أمم أفريقيا بعد طبعا. صحيح، أتفق معاك جدا يا كابتن بصراحة. يمكن كان لنا تواجد أو كان لمصر تواجد من خلال الحكام مشرف، من خلال الحكام المصريين. خليني أسألك برضو، يعني إيه اللي ممكن نشوفه مع بداية أو مع استئناف بطولة الدوري المصري ممتاز، بطولة دوري النايل؟ شايف إيه اللي ممكن يتغير في التحكيم الفترة اللي جاية دي؟ والله بصوا، التحكيم ماشي لوحده في مصر، واخد بالك؟ يعني الفضل بتاع النجاح بتاع الحكام المصريين هم الحكام نفسهم، مفيش اي دعم منهم حتى من رئيس اللجنه، مفيش اي دعم. يعني لو عايز تقيمني مثلا رئيس لجنه الحكام، وانا بحذره طبعا من دلوقتي، نطلع يقول سبب النجاح ان هو الكلام ده مش هيبقى صادق، لسبب بسيط. احنا عندنا امين عمر لعب مباراه الافتتاح ولعب ماتش سيما فاينل، هو كان وقفه شهرين خلاص. ومحمد عادل لعب افضل مباريات لسه بطوله امم افريقيا، هو كان شايله السنه دي من القائمه الدوليه. محمود عاشور اللي لعب 7 مباريات وهيلعب الثامنه ان شاء الله بكره كحكم فار، هو كان شايله من القائمه الدوليه. فالفيجن اللي موجود عنده، هو ما عندوش فيجن. فالحكام نجحوا بمجهودهم فقط. وانا بحذره اهو دلوقتي ما يطلعش يقول انا سبب النجاح، لا، انت كنت سبب فشل لو ما وديتهمش، مش من مزاجه ده، كان هيشيلهم بقول لك يا شيما من القائمه الدوليه، يعني ما كناش هنشوفهم، كانوا زمان قاعدين معانا في مصر بيتفرجوا معانا في التلفزيون. فالحكام ربنا يوفقهم، كل الدعم ليهم، كل الدعم ليهم. وزي ما دول نجحوا، في حكام تانية برضه مستواهم كويس جدا، بس ندي لهم الدعم والثقه. الحكم المصري محتاج ثقه فقط، والدليل على كده يا شيما صحيح، الحكم المصري اما بيلعب بره بينجح جدا. اكيد في الداخل بتبقى في بعض يعني بعض الضغوطات الغير مباشره يعني. اكيد كابتن سمير عثمان. طيب لو في النهايه زي ما انت يعني اديت انذار او تحذير، انت ممكن تدي بقى تبس شويه يعني نصايح كده ممكن نكون بنستعين بيها مع استئناف بطوله الدوري المصري الممتاز او دوري نايل بالنسبه للتحكيم؟ شايف ايه اللي محتاجه دلوقتي او اللي محتاجاه المنظومه التحكيميه عشان نكون بنظهر بشكل افضل وما يكونش فيه يعني كوارث او اخطاء تحكيميه بنشوفها خلال يعني ما تبقى من الدوري المصري الممتاز؟ اقول لحضرتك حاجه، هم نقطتين بالنسبه للحكام اللي بيلعبوا في كوت ديفوار وهيرجعوا تاني مصر. اتمنى انهم يلعبوا بنفس المستوى. اما الحكام الباقيين سواء الدوليين او الدرجه الاولى اللي بيشاركوا في الدوري الممتاز، يركزوا يكون هدفهم ان يبقوا زي الحكام اللي مثلوا مصر في كوت ديفوار، يعملوا مباريات عاليه وباذن الله ينجحوا ان شاء الله. اتفق معاك جدا كابتن سمير عثمان، نورتنا النهارده اكيد في صباح اون تايم، ويومك سعيد ان شاء الله. شكرا على وقتك. شكرا كابتن. لسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا الاخباريه، ومن اخبار النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني الاول نروح لاخبار نادي الزمالك، ونروح لخبر بيخص سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك اللي توجه بارسال رساله لجماهير القلعه البيضاء بعد ما رجع مره ثانيه لنادي الزمالك. قال سيف جعفر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: جماهير الزمالك العظيمه في كل مكان، اتشرف بوجودي مجددا بينكم وفي بيتي الاوحد نادي الزمالك صاحب الفضل بعد الله عز وجل. ويمكن يعني دي كانت زي ما حضراتكم شايفين باقي الرساله اللي بعتها سيف فاروق جعفر، والاكيد يعني شايف ان هو ان شاء الله عنده كتير يقدمه مع نادي الزمالك في مشواره القادم، واكيد كل التوفيق بنتمناه له وبنتمناه لنادي الزمالك وكل الانديه المصريه ان شاء الله فيما هو قادم، سواء بقى البطولات القاريه اللي بيشاركوا فيها، البطولات كمان المحليه، ونشوف ان شاء الله بطوله دوري النايل او بطوله الدوري المصري الممتاز بشكل قوي. الحقيقه كمان ان الواحد لازم يقف عند نادي الزمالك وعند الملفات اللي قدر فعلا مجلس الاداره الجديد بقياده كابتن حسين لبيب ان هو يعني يتولاها ويمسكها ويحلها. يمكن اكيد اهمها رفع القيد عن نادي الزمالك، زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي قدامنا يعني لسته بالاسامي اللي تم التعاقد معاها، لعيبه على اعلى المستويات. يعني زي ما انتم شايفين عندنا لاعب الاوغندي ترافيس مونتيابا، كمان محمد عاطف، مهاب ياسر، ياسر حمد، زياد كمال، محمد شحاته، سيف فاروق جعفر، احمد حمدي، ناصر ماهر، واكيد طبعا عبد الله السعيد بعد طول انتظار، بعد سنين كتير جدا من الكلام. عبد الله السعيد لاعب لنادي الزمالك، عبد الله السعيد مش لاعب نادي الزمالك، ولكن قدر مجلس اداره نادي الزمالك بقياده كابتن حسين لبيب في النهايه ان هو يحسم الامر ده، ويعني في عهده قدر يتعاقد مع عبد الله السعيد. وفي ناس بتتكلم
بصراحة عن الموضوع ده وبيقولوا عامل السن ومش عامل السن. لا، عبد الله السعيد أنا بشوفه من وجهة نظري واحد من أفضل اللعيبة مش بس على مستوى مصر ولكن كمان على مستوى القارة الأفريقية. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف اللواء عثمان الدسوقي رئيس نادي الداخلية. يا صباح الفل على حضرتك. أهلا بيك صباح الفل. أكيد منورنا، صباح الفل على حضرتك، يعني يوم سعيد عليك. وأكيد بنتكلم عن الميركاتو الشتوي وعن الاستعدادات الخاصة بفريق الداخلية فيما هو قادم لاستئناف المسابقات المحلية. عايز أعرف من حضرتك آخر الأخبار، قد إيه أنتم مستعدين إن شاء الله لاستئناف البطولة المحلية، وهل في بديل بقى للزنفولي؟ الزنفولي يمكن أخباره والكلام عليه الفترة اللي فاتت دي كان كتير جدا. في البداية يعني كان في نية لانتقاله لنادي البنك الأهلي، ولكن يعني بعد ما تراجع النادي الاهلي عن انتقال محمد ابو جبل، فبالتالي شفنا انه بيتراجع فريق البنك الاهلي عن انتقال الزنفولي، ولكن يعني بتشاء الاقدار ان في الاخر نلاقي الزنفولي نفسه هو اللي بيتواجد في النادي الاهلي. صفقه اكيد كانت عامله يعني اصداء كبيره جدا في الساحه الكرويه الايام اللي فاتت دي. خلينا نطمن على نادي الداخليه وعن استعداداته لما هو قادم في المرحله اللي جايه. هو يعني طبعا احنا بنبارك لزنفولي يعني لانه كان النادي يعني وانه راح النادي يعني حاجه صفقه طيبه يعني، ونتعشى ان ربنا يكون موفق الفتره اللي جايه دي ويأدي بصوره طيبه يعني تليق بيه وباسم النادي الاهلي. طبعا احنا الدوري الممتاز من السنه دي صعب طبعا لان الانديه المصاعده كلها استعدت بصوره طيبه. احنا يعني الحمد لله وتقريبا فتح 11 مباراه يعني تقريبا تلت الدوري اللي عدى فاضل التلتين الدوري. احنا طبعا صحيح يعني جبنا بعض اللعيبه من التعشم ان شاء الله يكونوا كويسين زي ضياء طارق. صحيح جبنا ضياء طارق، جبنا معاذ الحناوي، جبنا كذا لعيب كويسين يعني، بس ان شاء الله تبقى الفتره اللي جايه نأدي بسرعه افضل. احنا عاملين معسكر ان شاء الله اسماعيليه انت هتطلع النهارده لمده اسبوع. هيتعمل فيه 3 لقاءات مع الاسماعيلي والقناه والفرقه الثالثه مش متذكرها يعني. فان شاء الله نتعشى من الفتره الجايه دي يحصل بين الهدف الجديده والقديمه ويبتدي الدوري الممتاز مع ماتش باركو ونادي بصوره طيبه جدا. صحيح زي ما حضرتك وصفت يا سياده اللواء ان عدى يمكن ثلث بس من الدوري، لسه فاضل ثلثين للدوري. يمكن دلوقتي نادي الداخليه بيحتل المركز القبل الاخير في جدول الترتيب، ولكن طبعا لسه بدري جدا، ومع الصفقات الجديده ومع المعسكر الخاص بالاستعداد لما هو قادم في البطوله المحليه اكيد هيكون في فرق. طبعا احنا شايفين وكلنا عارفين قد ايه النادي الداخليه هو ضيف شبه دائم او صاحب بيت بالنسبه لدوري الاضواء او الدوري المصري الممتاز، فاكيد بنتمنى كل التوفيق لنادي الداخليه. بس خليني اسال حضرتك عن الهدف اللي موجود عند نادي الداخليه في الوقت الحالي. هل نادي الداخليه بيحاول ان هو ينافس على مراكز متقدمه مع التلتين القادمين من الدوري المصري الممتاز، ولا نادي الداخليه عنده هدف البقاء للموسم القادم وبعد كده بقى نبتدي ان احنا نشوف يعني تدعيمات مختلفه، نبتدي نشوف إدارة فنية مختلفة، نبتدي نشوف يعني شيء مختلف مع فريق الداخلية؟ بص عليك يعني خلينا واقعين يعني كده شوية. صحيح طبعا في أندية صعبة جدا إن أنت تتوقع يعني أندية الأهلي والزمالك والأندية برضه اللي معاهم ماديات كتيرة أكيد. يعني يعني احنا نطمع إن احنا نبقى في نص الجدول حاجة كويسة بالنسبة لنا. حتة إن أنا يعني انا انافس وبتاع ممكن انافس بقى على الاربعه بس مش دلوقتي يعني. يعني دي ممكن تكون خطه طويله الامد لسه شويه عليها، ولكن في الوقت الحالي احنا محتاجين ان احنا نكون متواجدين في الدوري المصري الممتاز في مكان يعني زي ما بيقول عليه المنطقه الدافئه اللي هي ما فيهاش قلق وما فيهاش يعني اللعب تحت ضغط كبير جدا بسبب التخوف من الهبوط. ان شاء الله. سيادة اللواء عثمان الدسوقي رئيس نادي الداخلية بشكرك جدا على وجود حضرتك معانا، بتمنى لك أكيد يوم سعيد وكل التوفيق لنادي الداخلية فيما هو قادم في المسابقات المحلية. مشاهدينا نطلع مع حضراتكم لفاصل، بعد الفاصل أكيد هنرجع وهنستقبل الدكتور طارق السليمان استشاري العظام وإصابات الملاعب عشان نتكلم معاه أكتر عن ملف إصابات الملاعب وخاصة طبعا كرة القدم. فاصل وراجعين تاني.
رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم، وبينضم لينا ضيفنا النهارده دكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي في المنتخب الاولمبي. صباح الفل عليك يا دكتور خير. اكيد منورنا النهارده وسعيده جدا بوجود حضرتك الله معنا. يحفظك. اهلا وسهلا بيك. اكيد عندنا مواضيع كتير جدا بتخص اصابات الملاعب وعايزين نتكلم عنها، ولكن خلينا نبتدي بقى يمكن بالاصابه اللي كان يعني عليها كلام كتير جدا الفتره اللي فاتت، اصابه محمد صلاح بشد في العضله الخلفيه خلال مباراة من مباريات الأفكون بطولة الكان 2023 للأمم الأفريقية، وقد إيه ممكن يكون اللاعب محتاج لراحة بعديها أو محتاج اللي هو يكون بيتعمله تأهيل بعد إصابة زي دي. في ناس بيكونوا معتقدين أن الشد في العضلة الخلفية دي حاجة بسيطة جدا، جالي شد هقوم كده أعمل شوية استرتشات وأنزل الملعب تاني ده طبيعي، وفي ناس برضو بيتكلموا عن التشخيص المبدئي الأولي والتشخيص لو هيتم الاستعانة بأجهزة أخرى بتبين قد إيه هو اللاعب محتاج لراحة أو محتاج لتأهيل، فكلمني أكتر عن الموضوع ده. طبعا هو يعني بالنسبة لإصابة محمد صلاح كانت متشخصة أنها شد في العضلة الخلفية. الحقيقة احنا عندنا في الطب الرياضي أو في الإصابات الشد ده بيبقى ليه درجات. صحيح. درجة بنبدأ من درجة زيرو. يعني ايه زيرو؟ كرامب يعني مثلا؟ لا مش كرامب. يبقى في حاجة بنسميها احنا ايه، هايبريميا او العضله مجهده او ما حصلش لسه اي فصل للالياف بتاعتها عن بعضها. وبعدين في درجه واحد ودرجه اتنين ودرجه تلاته. درجه واحد بيبقى بعض الالياف بسيطه اللي احنا بنقول عليه عنده شد من العضله من الدرجه الاولى. درجه اتنين بيبقى الالياف في جزء اكبر من الالياف بيتمزق او بيتفصل عن بعضه. ودي الدرجه الثانيه. الدرجه الثالثه اللي هي بيبقى قطع بقى. يبقى قطع في جزء كبير من الالياف وبيبقى فيه بنقول جاب او مسافه بين الالياف وبعضها اللي حصل فيها الايه. صحيح. طب دي بنقدر نتعرف عليها ازاي؟ من خلال السونار مش كده؟ طبعا. طبعا في دلوقتي في السونار وفي الرنين المغناطيسي. الحقيقه بيشخصوا الموضوع بدقه والسونار بيحدد، يعني لان السونار طبعا بتبقى حاجه ممكن دلوقتي بعض على فكره الفرق وبعض المنتخبات يبقى جهاز سونار بورتابل او متحرك يقدر الطبيب يحدد مدى الاصابه دي. صحيح. ويقول هتاخد وقت قد كده وقد كده. اذا فكان منطقيا ان هو التشخيص الاولي الدكتور يتكلم ويقول ان احنا محتاجين صلاح محتاج مباراتين ممكن يغيب عنهم، ولكن مع التشخيص الادق اللي هو التشخيص الثاني يكتشف ان هو محتاج لاكثر من كده. ممكن. وبعدين برضو يعني حته احنا بنتكلم كلام علمي بقى. مفيش تشخيص اصابه يقول لك مثلا محتاج اسبوع 10 ايام. احنا دايما عندنا في الطب الرياضي والطب عامه العظام والرياضه بالذات لازم ندي رينج، يعني ايه اقول مثلا من 7 ل 10 ايام او من 10 ل 15 يوم. صحيح. الفرق اللي هو دوت في لاعب الالياف العضليه بتاعته غير الثاني ممكن يستجيب في 10 ايام. صح. ممكن يستجيب في اسبوعين في 3 اسابيع. عشان كده عمرنا ما بندي يعني فيكس التايم نقول لك لا اللعيب ده هيخف مثلا بعد اسبوع 10 ايام. لا احنا دايما عشان كده دايما في الدوريات الاوروبيه بيطلع يقول لك لا هيحتاج مثلا فتره من كذا لكذا. ما بيحددش بالظبط. صحيح. عشان ده بيكون يعني بيرجع في الاخر لقابليه اللاعب للعلاج واستجابه كمان واستجاب عضلاته والجسم بتاعه بيعمل هيلينج في وقت قد ايه، لان كل جسم مختلف تماما عن التاني. بالزبط. حتى لو كانوا نفس الطول نفس القوه البدنيه نفس السن، ولكن في جسم بيلتئم بسرعه وبيهيل بسرعه بيتم شفائه سريعا، وفي جسم لا. وبعدين في حاجه مهمه دلوقتي انت عارفه ان الرياضه وكره القدم بقت صناعه. صحيح. واقتصاد ففلوس. طيب لما انا اجي اقول مثلا ما اديش بروجنوزس، يعني احنا عندنا دايما ما بنديش نقول لك ايه ده هيخف بعد كذا. ليه؟ لانه ممكن الفتره تطول وبالتالي دي بتنعكس اقتصاديا ماديا على اللاعب وعلى النادي وعلى كل حاجه. فمفروض مثلا واحد زي محمد صلاح اصابته ممكن تاخد من 10 ايام ل 15 يوم، ممكن تاخد 3 اسابيع كمان. وبالذات احنا ما شفناهوش رجع لحد دلوقتي. صحيح. وبعدين الناس بتفهم برضو عمليه الشفاء بتاع اللعيب خطا. ما هو ما ينفعش انا العضله بتاعتي بتاخد مثلا فتره 10 ايام عشان الالياف تلتئم. طب انا محتاج قد ايه تاني عشان ارجع لياقه العضله دي اللي فقدتها في وقت الالتئام بتاع العضله؟ بالظبط. من حيث القوه ومن حيث اللي بنقول عليها احنا المليابيلتي بتاعتها او انها تستجيب. لان اللعيب ده بيروح وبيجي وبيضرب ويجري سبرنت وبيعمل، فلازم العضله تبقى
في استجابه ليها. وهو ده اللي احنا بنقول عليه التاهيل. يعني انا باخد اسبوع 10 ايام وبعدين باخد قدامه تاهيل مثلا اسبوع ثاني او 10 ايام ثاني. صحيح تاني. يبقى ده مهمل التايم اللي بيتاخد. طيب فيما في يخص الشد اللي هو من الدرجه الكبيره، انا ما اعرفش هي تعتبر كام درجه، ولكن من اقصى الدرجات اللي ممكن يكون تعرض ليها محمد صلاح دي، بتكون محتاجه مثلا راحه سلبيه في البدايه وبعد كده بيكون في برنامج تاهيلي، ولا تمام. بيكون البرنامج العلاجي عامل ازاي؟ ما هو احنا زي ما قلت لحضرتك، هو العلاج بتاع الاصابه عامه بيبدا بعد اللعيب ما بيصاب على طول. يعني اول ما بيخرج من الملعب. ودي انا في رايي دي اهم فتره لعلاج اللاعب، هي اللي بتاثر الفتره او بتطولها. احنا دايما بنقول لازم اللعيب رجله تتربط، نحط تلج، ومش تلج لوحده مش كفايه، لازم يبقى فيه رباط ضاغط عشان اخلي ما اديش فرصه للالياف بالظبط للورم اللي حصل، ان اكتر حاجه بتتعبنا اللي هي الورم. الورم وتجمع السوائل حوالين الاصابه. واضح ان حضرتك فاهمه في الاصابه. ايوه انا فاهمه قوي، مذاكره جدا. انا جوزي لعيب كوره فعشان كده فاهمه الموضوع ده. بالظبط. فطبعا اللي هي حته الايه، ان انا امنع تكون السائل الالتهابي او السائل بتاع الاصابه، عشان ده ممكن كمان يقلل من الرؤيه للاصابه وانك تعرف حجمها قد ايه، مش كده؟ بالظبط. لما بيبقى في تجمع بنقول ان احنا عندنا اكسيوديت. اكسيوديت دوت هو ازاي ان انا اتخلص من التجمع ده، والاكسيوديت هو ده عشان ادي فرصه للالياف اللي اتشدت انها ترجع تلتئم تاني. صحيح. وهو كل العلاج بينصب بعد الاصابه ان انا ازاي اتخلص من السائل اللي تجمع نتيجه الاصابه. صحيح. عشان كده بنقول يا جماعه لازم رباط الضغط. ورباط الضغط ده اهم حاجه الناس بتهمله جدا. وبعض اللعيبه بتبقاش فاهمه، تيجي تربطي له رجليه يقول لك لا انا مش عايز اربط. لا انت لازم تربط. صح. والمده 24 ساعه مش اقل من كده. لان في الاخر بيلجأوا ان هم يعملوا اسمه بذل تقريبا عشان يشيلوا بقى السوائل من البذل ده لما بيبقى تجمع دموي كبير يعني. لكن انا حاجة بسيطة هي دي برضو بتأخر. لو حتى في تجمع عندي مثلا ملي او نص ملي او 2 ملي، ازاي نتخلص من التجمع ده ازاي عشان ادي فرصة. ما بقول لحضرتك اتخلص منه ازاي في البداية. لازم تلج. تلج احنا بنقول عليها كلمة دايما بقول عليها اسمها رايس. الار اي سي اي الرايس. الار دي ريست. الاي دي ايس. السي دي بقى اهم حاجة اللي هي الكومبريشن باندج. ان انا اضغط. صح. عشان الشريان او الكابيلاريز او الاوعيه الدمويه اللي هي اتشدت مطورة في خلال البتاع بتبقى عامله زي ايه بالظبط؟ زي الاستيك بالظبط. انت حاجه ضغطت عليها، لكن اول ما بتشيلي اللي هو التلج، اول ما بتشيلي من عليها بتعمل حاجه اسمها ريباوند كونجيشن او اعاده احتقان في الايه في المنطقه. صحيح. تقوم تعمل نصف اكتر، واللاعب يقول لك طب انا اتاخرت ليه؟ او الدكتور لا أنا لازم انا رجلي تقيله ليه؟ لازم 24 ساعه يبقى اللاعب مربوط. وبعدين الايدي اليفيشن لازم رجليه تبقى مرتفعه عن سطح عن مستوى الجسم بتاعه. صحيح. عشان الدم، عشان الدم ده يبدا الاورده او الاوعيه الليمفاويه تبدا تاخده وتتخلص منه، فتدي فرصه للاصابه انها تلتئم بسرعه. صحيح. ف يعني الطبيعي ان هو يعني لو بنتكلم عن اصابه محمد صلاح فهو الطبيعي ان هو كان ياخد المده الكبيره اللي هو بياخدها، وده يمكن كمان يعني عدم رجوعه لغايه دلوقتي مع ليفربول وبيأهل عشان لما ينزل تعرف طبعا يكون مستعد. طبعا سبرنتات وجري وشوط وتغيير اتجاهات، والاستعجال دايما ما بيكونش في صالح اي لاعب طبعا، بالذات في العضلات. واحنا دايما بنطلق على العضلات الخلفيه والاماميه وعضله السمانه اللي هي العضلات الكبيره دي، بنقول عليها لفظ كده يقول لك ده عضله خاينه. بمعنى ايه؟ بعد يومين ثلاثه تحس ان العضله بقت كويسه وماشيه بتتحركي، وممكن اللاعب يجري جري خفيف ويقول لك لا ده انا خفيت ده انا كويس. لا يبدا بقى ينزل يحصل الريكورنس وتتكرر. وانت عارفه العضله دايما لما بتيجي تلتئم بتلتئم ما بتلتئمش من نفس نوع الالياف العضليه. بتلتئم بحاجه اسمها نسيج ليفي. فايبروزس. ايوه. فايبر تيشو. مفيش يعني خليه في الجسم بيحصل لها دامج الا لما بتحل محلها اللي هو الفايبر سيلز ديت او ايه فايبر تيشو. طيب لو انا اتكررت وراحت وجات يبقى كميه الفايبر تيشو اللي عندي دي بتبقى كبيره اكتر من اللازم. فبتاثر بعد كده على صحيح العضله والالاستيسيتي بتاعت العضله بالظبط. فلكسبيلتي الاستيسيتي والقوه الاسترينث، فكل ده
بيأثر على العضلة. صحيح، أكيد عندنا كلام كتير جدا فيما يخص إصابات الملاعب، ولكن هنطلع سريعا لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع ونكمل كلامنا النهاردة مع دكتور طارق سليمان، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في الصباح اون تايم، ولسه اكيد منورنا دكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الاولمبي. صباح الفل على حضرتك مره ثانيه يا دكتور. وكنا بنتكلم عن الاصابات وتحديدا كمان عن اصابه الشد، واللي يمكن كان البعض متخيل ان الشد ده عامل زي الكرامب اللي تبقى صاحي من النوم ورجلك شد عليك فهو ده بالنسبه لهم الشد، ولكن اكيد الموضوع مختلف تماما زي ما حضرتك شرحت لنا. طيب خلينا نتكلم كمان عن يعني واحده من ابرز برضو الاصابات اللي حصلت خلال البطوله دي، اكيد اصابه محمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الوطني الاول والنادي الاهلي، جاله خلع في الكتف. عايز اسالك بقى عن الجزئيه دي، يعني انا اسمع ان في لعيبه ممكن يكملوا بالخلع بالكتف ده وكل شويه بيردوه ويرجعوه، هل ده شيء وارد؟ لا ده بصي لما يكون كرونيك، احنا عندنا الخلع بتاع الكتف ده نوعين، خلع اكيوت يعني لسه حاصل اول مره يحصل، وفي خلع تاني بنسميه متكرر او الريكرنت ديسلوكيشن، ده ممكن لعيب خلاص متعود يرجعه ويلعب ويكمل، اللي هو ده الريكرنت ده، ما بيبقاش احساس الالم زي الاحساس اول مره وبيبقى خلاص متعود عليه. لكن بيختلف عن اللي حصل لاحمد الشناوي. احمد الشناوي حصل له محمد الشناوي حصل له خلع حديث او اكيوت وكويس القرار ان هو يعمل العمليه ده، قرار صائب يعني، بحيث ان هو هيرجع، والعمليات دي على فكره نتائجها كويسه جدا بالذات اذا اتعملت في فتره في الاول ما بيحصل وفي مكان صح. وفي مكان صح أكيد. ده مهم يعني. طيب خليني اسالك كده ونطمن جماهير النادي الاهلي اللي اكيد قلقانه على الشناوي، خصوصا طبعا ان النادي الاهلي داخل على بطولات قاريه ومحليه كتير جدا بينافس فيها، بالاضافه كمان لمنتخبنا الوطني الاول اللي يمكن عنده دوره وديه بعد كده في شهر 6 هيكون بيستكمل وبيستانف التصفيات الخاصه ببطوله كاس العالم 2026. اسالك الاول عن المنتخب، هل ممكن محمد الشناوي خلاص هو رجع على القاهره وبالفعل بقى هيبتدي في البرنامج التاهيلي، هل ممكن يكون بيلحق منتخبنا الوطني الاول في شهر 6 اللي جاي مع استئناف التصفيات الخاصه بامم افريقيا؟ والله ممكن شهر 6 يكون رجع. ليه؟ احنا زي ما قلت لحضرتك طالما هو اتعمل بدري التير او القطع اللي بيحصل في حاجه بنسميها الحزام بتاع مفصل الكتف اللي هو بيسبب الديسلوكيشن واتعمل في وقتها، ده بيلحم بسرعه. احنا بنقول بنديله مثلا شهر ونص يلحم، وبعد الشهر ونص دول يعني بيكون جاهز ان هو يبدا يعمل الحركات العاديه بتاعته ويأهل بقى يقوي العضله بتاعته ويرجع الحركه بتاعه المفصل بدون قلق. يعني ممكن ياخد له مثلا شهر ونص شهرين كمان شهرين ونص، يعني 4 شهور مجمل ممكن بعديها يكون في الملعب، يعني يكون فتوى خلاص جاهز مع التأهيل. طيب لما بيكون في لعيب كوره عنده اصابه مثلا في الكتف لباقي اجزاء جسمه، يدخل يعني يتمرن رجلين، يبقى بيتمرن بشكل طبيعي بس يعني بيستثنى الكتف منه، ولا بيكون الموضوع عامل ازاي؟ هو بصي طالما عمل تأهيل مظبوط ورجع وحته معينه مهمه جدا اللي هي التأهيل النفسي للعيب بعد الإصابة، لأن بالذات إحنا عندنا برضو حقيقة علمية إن لو واحد عنده مشكلة في إيده الجزء العلوي بيبقى الكنترول بتاعه على الجسم كله صعب، على الجسم كله وعلى الجزء السفلي بيبقى ضعيف ومعرض إنه يحصل له إصابات في الجزء السفلي بتاع جسمه. فهنا بقى بيرجع دور التأهيل النفسي ما بعد الإصابة، الدكتور اللي معاه وهو خلاص خد الثقة، طالما خد الثقة ومبقاش يفكر في الإصابة دي يرجع طبيعي خالص مفيش أي مشكلة. لكن لو هو ثبتت في دماغه إن مثلا عنده سنة ألم عنده ما ينفعش إن هو يرجع، لأن هتبقى ممكن يعرض بقية جسمه للإصابة. طيب اسالك عن موضوع تاني برضو سريعا، انا شايفه ان هو يعني متواجد بشكل كبير جدا ما بين لعيبه الكوره في الوقت الحالي، الحقن اللي بياخدوها في الركبه، حقن بيسموها حقن زيت، حقن يعني بيطلق عليها كذا اسم، هيالورونيك اسيد او ما الى ذلك، الحقن دي قد ايه بتكون مفيده وقد ايه كمان ممكن تكون خطر؟ لان انا شفت كيس قريب جدا للاعب، يعني هو كان زي الفل، راح اقترح عليه احد الاطباء ان هو يديله حقنه ما، اداله الحقنه دي جاله انفكشن
كورابشن وتورم اتعمل له بذل بدل المره 10 يمكن ما كانش عنده اي حاجه، فجاه لقيناه بيغيب عن الملعب عن التدريبات لمده 3 شهور وبيأهل دلوقتي كانه جاله مثلا لا قدر الله رباط صليبي او حاجه. فقول لي قد ايه دي حاجه يعني ممكن تكون بتنفع او قد ايه كمان ممكن تكون بتضر، وايه التبس او النصائح اللي تديها للعيبه عشان لو هيلجأوا لده يلجأوا ليه صح؟ بصي هو اللي احنا بنقول عليه الانديكيشن او متطلبات الحقن الموضعي بالذات بالهيالونيك اسيد ليها متطلبات، ان يكون مثلا في احنا معظم اللعيبه عندها حاجه اسمها كوندروماليشيا او تبقى الخشونه او في الصابونه في الغطاء بتاع الركبه نفسه. صحيح الغطاء هو مش خشونه بالمعنى العلمي بتاعها، غلط شويه، ما تبقاش خشونه. هو الصحه بتاعه الغضروف المبطن للعظمه الرطفه او بنقول عليها الصابونه او الباتيلا بيحصل له عله، حتى احنا بنقول عليها كوندروماليشيا باتيلي. ممكن يعني تكون زي قرحه مثلا، مش قرحه بقى، ليها درجات برضه. العله اللي بتيجي في تحت الصابونه ديت بيبقى ليها درجات برضه، 1 و2 و3 و4. بنفضل ان احنا نديها في الحالات الاولانيه اللي هي 1 و2 تجيب نتيجه كويسه، لان الحقن دي الهيالورونيك اسيد ده داخل في الجزء التركيبي بتاع الخلايا الغضروفيه. اوكي. فلما انا اديله الهيالورونيك اسيد فريش عامل مساعد بيساعد ان يحصل حاجه في اللزوجه ما بين اللزوجه وتاني حاجه والعظم بيقل. لا مش لزوجه، وتاني حاجه الخلايا نفسها بيحصل لها حاجه اسمها ريجنريشن. بالظبط. الريجنريشن ده هو اللي بيريحه وبتضيع الالم وبتحسن كتير. انا في لعيبه كتير بدون ذكر اسماء مديها الحقن دي، خلاص لعيبه كبار وليها اسامي كبيره. لكن احنا بقى عشان نديها لحضرتك اللي حصل للعيب ده، دي مضاعفه من مضاعفات الانجكشن عامه في اي حته مش في الركبه بس، اللي هي الانفكشن مثلا. فيبقى في عندنا حاجه بنسميها اسيبتيك تكنيك، يعني احنا بنستدعي كل الحاجات المهمه، التعقيم، كاني بعمل عمليه بالظبط يعني. واحد يجي يدي بالبتادين وكل حاجه، طبعا بتادين والدكتور بيخش يعقم ايده كانه داخل يعمل عمليه، والجلوبز والماسك وكله، طبعا كله كانها عمليه، لان انا بسهوله قوي ممكن ادخل الانفكشن جوه الركبه. صح. وهو ده اللي بيعمل الايه المشاكل اللي احنا بنخاف منه. صحيح. لكن هي كحقنه مفيده في درجات معينه في الاصابه في الركبه، لكن مش كل يعني في ناس بيبقى عندهم غضروف مقطوع ما تجيبش معاه نتيجه، يعني النتيجه الوحيده انها مؤقته يعني او تسكن له الالم لفتره بسيطه. بالذات احنا مع الحقن ده احنا ممكن ما نديهاش لوحدها، بندي معاه حاجات ثانيه، يعني ندي مثلا لوكال انستيك، حاجه اسمها مسكن موضعي، مضاد للالتهاب، انتي انفلاماتري خفيف. عشان اللي بيحصل في ناس بتاخد الحقنه دي وجسمها بيتفاعل ضدها بيحصل زي اليرجي او حساسيه. أكيد. من داخليه. أكيد. طب بنعمل ايه؟ ان احنا بندي حاجه انتي انفلاماتري معاها. صحيح. في داخل الحقنه نفسها. صحيح. عشان ما تعملش المضاعفات دي. بصي يا دكتور انا اكيد يعني ما شبعتش من الكلام مع حضرتك، واكيد عندي مواضيع كتير جدا طبعا نفسي اتكلم فيها، ولكن للاسف وقت البرنامج انتهى، لكن ان شاء الله هيكون لنا اكيد لقاء تاني. حضرتك قلت لي انك ساكن قريب مننا، فلازم يعني نكون بنشوفك ان شاء الله في الاسابيع اللي جايه. دكتور اكيد نورتنا النهارده وسعدت جدا بوجود حضرتك معايا. دايما موفقه باذن الله. اشكرك جدا يا دكتور. مشاهدينا بتنتهي حلقتنا النهارده من صباح اون تايم، ان شاء الله على ميعاد بكره الساعه 10 الصبح وحلقه جديده من صباح اون تايم. نشوفكم على خير ان شاء الله.